أكيد أكيد في انتخابات نيابية، أكيد بموعدها الأكيد. أنا مع المغتربين بالوقت الحاضر مع من عرض علي. تشكيل الحكومة كتير منيح للبنان وللوطن، بيعطي تفاؤل لللبنانيين، وبصير عنا أمل بالاستقرار، وبعنا أمل بالاستحقاق الانتخابات النيابة. أكيد أكيد في انتخابات نيابية، أكيد بموعدها الأكيد. أنا مع المغتربين اللي هني أساساً لبنانية، أو بيحملوا الهوية اللبنانية، إلهم تاريخ، إلهم أحفاد، إلهم ذكريات. يعني عندي انفتاح على الجميع، الكل المرشحين أولاد هيدي المنطقة، وأنا هيدي المنطقة بتعني لي كتير. بالوقت الحاضر مع من عرض علي، بس إنما أنا مرشح، أنا صداقة مع القوات اللبنانية، وصداقة مع الكتائب، وصداقة مع المستقلين، وصداقة مع الجميع. أنا ما عندي أي مشكلة. إذا بدك مثل هالمقعد الشيعي عن هيدي المنطقة، أنا بدي أكون لكل هيدي المنطقة. هيدي المنطقة نحن كلنا منحافظ عليها، مش بس أنا، في أمثال كتار، لأن هيدي المنطقة تاريخها ومستقبلها وحضرها نموذج بالعيش المشترك. أنا بس كون على أي لائحة اللي بده ينعرض علي وأعطي كلمة، حكون صريح.